وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. طيب شو كانوا يقولوا؟ بس بدي اياكم تنتبهوا هون لمسألة. في عندي قيادة نبوة وفي عندي جنود ربيون. لاحظوا وقت نشوف ربيون، في عندي قيادة نبوة وجنودهم ربيون، يعني صورة متكاملة على مستوى القيادة والشعب والجنود. وكأي من نبي، شو يعني كأي؟ كثير. كم من نبي؟ ومن أنبياء أكثر بالآلاف المؤلفة عبر التاريخ. وكأي من نبي كثير قاتل معه تحت قيادته ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذا صبر الناس وأحبهم الله، شوفوا شو كانوا يقولوا، هذول القدوة الآن. وما كان قولهم إلا أن قالوا، إيش قالوا؟ تصوروا شو قالوا. اليوم تسمعوا في ناس شو بيقولوا؟ بيولولوا بيولولوا. وما كان قولهم إلا أن قالوا، لاحظوا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أول شو قدموا؟ قالوا لك معناته إحنا يبدو الله ما تصور نبي ومعاه مين؟ ربيون، يعني أعلى مستوى، مربيين، يعني مربيين التربية، التربية اللي ما فيش تربية زيها، وفيش تربية زي تربية الوحي والدين، مربيين على. طيب هاي أول شيء انتبهوا، قيادة نبوة ورب ربانيون، يعني أفضل تربية معروفة اللي هي تربية الدين، وجاهزين تمام في التربية. مالهم هدول؟ دققوا معي. هاي أصابهم هاي، لأنه في ناس على فكرة لما يشوفوا حالهم انصابوا انصابوا شو بصيروا كلك ايه شو؟ هاي بده يعطيك نبي بقود جنود ربيون أعلى مستوى في التربية في من كله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، إذن بصيبهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. حبهم أيوه، حبهم. كيف حبهم؟ ولا كيف بتبين انك صابر؟ على فكرة كيف بدك تبين انك صابر؟ مشان يحبك، والله يحب. طب واذا احب؟ وما كان قولهم، شوفوا هذا من صبرهم، الا ان قالوا او اعترفوا بذنوبهم، لعل والله الله سبحانه وتعالى ما نصرنا لانه عندنا ذنوب. هذول اللي مين عندهم؟ عندهم الربيون، تصوروا بيتهموا انفسهم وين احنا اخطأنا. طيب لاحظ، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. تصور بيحكموا على انفسهم انهم تجاوزوا الحدود، اسرافنا في امرنا وهم متجاوزين. بس دائما على فكرة بيكون المؤمن حساس، المربى تمام حساس للخطأ. واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، بدهم يطلبوا الان، هم اعترفوا واستغفروا واعترفوا انه معناته عندنا اخطاء احنا. ولذلك لما بيجوا الناس يدرسوا اخطائهم الان، هذا معناته ماشيين تمام، يدرسوا هم، مش يصير اعلام بقصد التهوين ونصرة الظالمين. تمام؟ ايش بقولوا الان؟ وثبت اقدامنا وانصرنا على مين؟ عمين؟ لا، على القوم الكافرين. اذا معناته بقاتلوا اليمين هم. تصوروا عم بيقولوا مش انصرنا احنا، يعني على القوم الكافرين. ليش بقاتلوا قاعدين هم؟ ليش بقاتلهم؟ بقاتلوا كافرين. كافرين بمين؟ كافرين بمين؟ بالله. واليوم على فكرة كل من يقاتل على الحق هو بقاتل كافرين، كافرين الروس وكافرين الامريكان وكافرين الكهنة الشيعة. والايران راح تشوفوا بتتغير، ايران السني اصلا بيكتسح فيها قاعد، اجيال شابة جديدة تكتسح سنة، واصلا الشيعة راح يتركوا هذا الدين الاسطوري كله خرافات وخزعبلات ودين ظالم ودين ظالم ودين وحشي. الان لاحظوا الان، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طبعا بقاتلوا قوم كافرين، هذول مش بقاتلوا ولا شيء ثاني. فآتاهم الله
ثواب الدنيا اللي هو ايش نص وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا هو الإحسان، لما بيكون في صبر واعتراف بالقصور ودائما توجه إلى الله والتوكل عليه. بعدين بعدها ايش قال؟ دققوا معي على وجه السرعة. ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهو خير الناصرين. لاحظوا ايش الآية اللي بعدها، ايش الباء اللي بعدها؟ سنلقي، يعني مش سألقي، لا، هذا فيها تفخيم، تفخيم الله سبحانه وتعالى العظيم. سنلقي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ليش، ليش بده يلقي في قلوبهم الرعب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذا دير بالكم كونهم مشركين، كلهم مشركين على فكرة. الملحد مشرك، ليش؟ لأن الملحد بيعتبر خالق كل مادة. الشيع الكهنوت مشركين، مشركين ايش؟ مشرك علي. هل كتب الخميني شو قال في كتابه؟ ويا ما قالوا هم. الخميني في كتابه شو بيقول عن الأئمة؟ 12، وللأئمة عندنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتخضع لإرادتهم ذرات الكون. ومين اللي بيحاسب الناس؟ علي. ومين اللي بيدخل جنة والنار؟ علي. إشراك مش موجود عند اليهود، وحتى النصارى ما بيبالغوا بهالطريقة هاي. لاحظوا، سنلقي، بس هذا لما يكون المسلمين ايش؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الله سبحانه وتعالى متعهد للمؤمنين، بس هو بالآن بده يشوف انهم